قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو إن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء انفجار بيروت، وأن 60 منها معرضون للانهيار، وتضرر ما لا يقل عن 800,000 مبنى، معظمها أو 8,000 عفوا، معظمها من الأبنية القديمة. نعم أيهم، وأضاف البيان أن الانفجار ألحق أضرارا بالمتاحف الكبرى مثل متحف بيروت الوطني الذي دشن في عام 1942، وقصر سرسق الذي بني عام 1870، والمتحف الأثري للجامعة الأمريكية في بيروت، والمساحات الثقافية والمعارض والمواقع الدينية. كما أعلنت منظمة يونسكو أنها ستقود حملة دولية من أجل إعادة بناء المعالم الثقافية والتراثية في بيروت. نتابع التقرير ونعود للنقاش حول هذا الموضوع. كلما بكت بيروت مسحوا دموعها بمناديل فيروز، وكلما اشتدت عليها الويلات وتراكم الألم استنهضوها من تحت الركام واستحلفوها بقصائد نزار ودرويش أن تصمد وتبقى ست الدنيا. إلا أن العصا التي كانت باريس الشرق الذاوية تتوكأ عليها نخرها سوس الفساد والاحتراب، فلا الماضي يعود ولا آثاره التي تذكر بعهد الاخضرار بخير. انفجار مرفأ بيروت الذي هز أركانها الأربع مطلع آب الجاري أتى على معظم الأيقونات المعمارية والتراثية المتبقية من الزمن الجميل، وتقول منظمة اليونسكو إن عشرات الأبنية التراثية مهددة بالانهيار، ناهيك عن أيقونات الثقافة البيروتية التي تضررت بشدة، وعلى رأسها متحف سرسق المعرض الأشهر للفن الحديث والمعاصر في لبنان، وكذلك جامع محمد الأمين وكنيسة جورجيوس وعشرات المنازل التراثية في قلب بيروت القديمة. فماذا بقي من عهد سويسرا الشرق التي كانت في خمسينات وستينات القرن الماضي ملاذ الثقافة والمثقفين، والمدينة التي تمنح شهادات العبور وتحتضن الحركات الهاربة من القمع النازعة إلى التجديد؟ وماذا بقي من مدينة البدايات التي كانت ممراً إجبارياً للأدباء والفنانين الساعين إلى المجد قبل أن تطحن أبناءها فيما بعد وتنقلهم من أتون حرب أهلية طويلة الويلات إلى استقطابات سياسية وحزبية نابذة للحريات مرتمية في أحضان الغرباء؟ أولئك الذين لم يحبوا بيروت يوماً إلا متشحة بالسواد أو بألوانهم التي لا تشبه وجه بيروت بأي حال. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا بيسان عدوان، كاتبة وصاحبة دار نشر. أهلاً بك، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. تقول اليونسكو أن أكثر من 600 مبنى تراثي تضرر في انفجار بيروت، أساسا لم يتحدثوا عن الأمر، ولكن ماذا عن المثقفين؟ ماذا كانت ردة فعلهم؟ يعني مبدئيا أنا كنت أتمنى أكون حدا من مثقفي لبنان هو اللي معنا بالحلقة، لأنه أهل مكة أدرى بالشعاب زي ما لكن للأسف هم حتى الآن لم يفيقوا من الضربة. صدمة. صحيح. بالضبط. والكل يلملم ما تبقى من أشلاء الناس والسكان والمدنيين. يعني الحالة لسه ممكن، بس عشان الصوت أنا سامع الصوت. نحن سامعينك كثير. أنت عم تسمعي صوتك مرة ثانية؟ اسمع صدى صوتي. لا ما في صدى. لا بركي حنحاول. يعني لسه الآن الناس في حالة يعني صدمة، وبالتالي هم مش منتبهين كثيراً على ما يحدث بشأن التراث. تقرير اليونسكو تقرير مش واضح المعالم، لأنه في أزمة في القوانين اللبنانية اللي بتنظم شكل البناء وشكل ما يسمى بالأبنية القديمة.
كل الأبنية اللي موجودة هلأ بالمنطقة التي تضررت عمرها ما بين 70 عاماً إلى 120 عام، لكنها لا تخضع كلها، ليست تابعة لوزارة الثقافة، ليست تابعة لجهات معينة مختصة بالآثار، لكنها تتبع بلدية بيروت. وهنا في إشكالية ضخمة جدا وفقا للقانون الذي نظم بعد للأسف قطع الاتصال معك أستاذة، ممكن نرجع نعود الاتصال فيك. وبدي أذكر مشاهدين أنه إحنا موجودين ببث مباشر على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك، أي تعليق أي شيء حابين نحكي فيه حول هذا الموضوع بتمنى يكون في لكم تعليقات. أستاذة بيسان يمكن رجعتي لنا، أنت عم تسمعينا هلأ؟ المشكلة بالقانون اللي بينظم علاقة الأبنية هاي بالأثار، إنه كل هاي الأبنية خاضعة لبلدية بيروت، وهذا القانون اللي أنشئ بعد استقلال بيروت في الأربعينات. أزمة هذا القانون إنه بعد الحرب الأهلية وبعد اجتياح بيروت في الثمانينات صار مطاط، يعني صار مش واضح المعالم، مش معروف متى أخبر إنه هذا بناء أثري أو بناء مش أثري. إشكاليات الضخمة اللي لغاية هلأ المثقفين اللبنانيين طبعاً على قد على يعني مش طبعاً مش الكل غير منتبه لهذا الموضوع، إنه كل هاي الأب عشان أثبت إنه هذا البناء تراثي ملكي أنا مثلاً، يجب أن يكون محفوظ بقائمة التراث العالمي، يعني أي بناء عمره فوق 80 عام مثل أي مكان في العالم. أنا لا أتحدث عن قصر سرسق، قصر سرسق في الطابو تبع القصر مستوفي كل الشروط اللي حطتها القوانين اللبنانية باعتباره هذا البناء أثري وملك عائلة سرسق. إنما البناء الآخر هو اللي فيه مشكلة، صحيح، لأن بناء الطابو يجب أن ترفق فيها شكل البناء، شكل الأرض، بالضبط الخرائط الخاصة بالبناء، لدرجة المواد البناء اللي استخدمت، المهندسين اللي قاموا بالبناء أو الشركات التي قامت ببناء هذا في حال أي عملية ترميم قديمة أيضا تذكر بملف هذا البناء. وهذا الشيء يمكن مثل ما ذكرتي لازم يكون أكيد موجود لأي بناء، حتى يعني الأبنية اللي ساكنين فيها جدودنا، مش ضروري يكون مبنى يعني مثل ما ذكرتي يعني له باع ومعروف منذ زمن. حتى يعني في تغريدة قبل يومين لوليد جنبلاط ذكر: وبالرغم من فداحة الخسائر نحذر من ارتكاب جريمة هدم التراث في الجميزة ومرمخيل والأشرفية من قبل بلدية بيروت لصالح السماسرة، إن بلدية بيروت تمتلك المال الكافي لترميم التراث وإيواء المتضررين ومساعدتهم، آن الأوان أن ينفق هذا المال بإشراف المجتمع الأهلي لصالح بيروت وأهل بيروت. من له مصلحة اليوم؟ السماسرة، الطبقة المتحكمة، لأنه النظام السياسي أوجد نظام طبقي كمان موازي من مصلحته الاستيلاء على هذه الأبنية لصالح شركات أعمار كبيرة ولصالح الشركات الخاصة. وبالتالي يعني مقولة حق يراد بها باطل، يعني هو واحد من الناس المستفيدين مثل أغلب الساسة يعني اللي فيه ببيروت، ما يسمى بأعمار بيروت كما حدث في الثمانينات بعد الحرب الأهلية وبعد نظام الطائف، فتحت الأبواب واليافطات حوالين أعمار بيروت. من استفاد من أعمار بيروت؟ هو الطبقة السياسية التي جاءت على نظام الطائف. نعم. المستفيد من هذا الوضع لأنه إحنا عندنا نوعين من المالكين، عند مالك وبالتالي عليه أن يثبت في أوراق الطاب يعني كمية من القوانين والتعقيدات الضخمة جدا لملكيته، والجزء الثاني المستأجرين اللي بيدفعوا إيجارات قليلة جدا وبقائهم. نعم. وبالتالي هم مهددين انه مش راح يرجع. اثنين، برضه ما يسمى بالاعمار، يعني دائما السماسره والطبقه السياسيه المسيطره والمافيا الجديده والشركات عابره القارات والمال الخليجي هو الذي يستفيد من ما يسمى باي اعمار، اعمار فلسطين، اعمار بيروت، اعمار وعندنا مثل سابق، ساحه النجمه ببيروت بالثمانينات لم تعود الى العهد القديم، ولا ابنيتها رجعت كما كانت قبل الحرب، بالعكس كانت ابراج كبيره ويعني وشيدت مولات
وأصبح يعني لم تعود كما كانت بعيدة عن الشكل اللي أسست به. صحيح. نعم، إذا بدنا نحكي أستاذة بيسان عن دور بيروت الثقافي، برأيك هل اكتفت بيروت بدورها الثقافي الريادي واحتضان حركة الحداثة الشعرية، أم ترين أنها قامت بأدوار أخرى لاحقا؟ لا، يعني بيروت لها دورها الثقافي للأسف بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيروت ما بعد الحرب الأهلية. لأنه واحد علينا أن بس نفهم لماذا بيروت حاضرة الثقافة في الخمسينات. لأنها كانت تحمي على حريات الرأي والتعبير والمجال العام مفتوح، صحف، مجلات، حركات أدبية، يعني كان المناخ مهيأ أن تكون بيروت هي حاضرة الثقافة. وجود كثير من العرب بمختلف أطيافهم وتياراتهم، سواء كانوا من المعارضة لبلدانهم أو كانوا يتعلموا في مدارس بيروت وإرساليات بيروت، لأنه هي حققت في القرن العشرين ما لم تحققه أي عاصمة عربية. صحيح. مدارس، مدارس الإرساليات والمدارس العامة والمدارس الخاصة ومدارس الراهبات، الجامعة الأمريكية في بيروت. صحيح. في بدايات يعني تعودنا ربما الكتابة في مصر، الطباعة في بيروت، القراءة للعراق وباقي الدول، وحتى يعني ذكر هذا الشيء بروايته جبور الدويهي لما برواية طبع في بيروت. حقيقة يعني أنت أيضا صاحبة دار نشر، يعني أين تقع بيروت اليوم على خارطة الكتاب؟ للأسف بيروت كما يحدث على المستوى السياسي يحدث لها على المستوى المجتمع المدني من تشرذم وطائفية وتشدد، والذي يدفع الثمن هو أهل بيروت نفسهم. الطائفية التي حدثت هجرت العرب، هجرت رأس المال الثقافي، أصبحت وجود المجلات والصحف والمنابر الثقافية هي برضو منابر محاصصة وفقا لكل طائفة. بيروت قبل ال 75 احتضنت اكثر من 425 دار نشر، 425 مطبعه، 200 مؤسسه توزيع، دور سينما بشكل مجهز بشكل عام، احتضنت المدارس الشعريه للحداثه، احتضنت يعني هي يعني خليتيني اتطرق لسؤال، لماذا في كل نكبة يعود الناس إلى بيروت الذاكرة؟ بيروت جبران، نزار درويش، الماغوط، هل يكفي التغني بالماضي لصنع الحاضر؟ هل هذا يعني كل ما بإمكان المثقفين تقديمه اليوم لبيروت؟ للأسف لأنه نحن شعوب نعيش في النوستالجيا حتى الآن. يعني كما قال محمود درويش، مش متذكر انه تضرب بيروت نتغنى بالاندلس، تضرب حلب نتغنى بالاندلس. نحن شعوب نوستالجيا تعيش على النوستالجيا، وبالتالي طول الوقت الشعوب التي لا تملك حريتها للاسف، شعوب مهزومه بسبب الطغاه والقمع والاستبداد والفساد المالي والفساد السياسي، دائما يبحثون طغيان الاستبداد، الدكتاتوريه جعلتنا يمكن ربما بهذه التعاسه اللي نحن فيها اليوم، يعني واقعنا مثل ما ذكرتي هو للاسف. وقتنا انتهى، انا كنت مستمتعه جدا بالحديث معك، نتمنى بحلقات قادمه نستضيفك بوقت اطول. شكرا لك الكاتبه وصاحبه دار النشر بيسان عدوان. شكرا لك. شكرا لك اللي شافونا اليوم. لهون بتخلص فقراتنا، الى اللقاء. الى اللقاء.